بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في حلقتنا الماضية مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب السلم، ووقفنا عند قوله من شروط السلم الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن شروط صحة السلم أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه في مجلس العقد، لأن هذا هو معنى السلم، لأن السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. فلو لم يقبض الثمن في مجلس العقد بطل العقد، لأنه يكون بيع دين بدين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين في الدين. فلو كان كل منهما مؤجلا فالعقد باطل. وكذلك لو كان رأس المال حالا ولكن لم يقبضه في المجلس فإنه في حكم الدين فلا يجوز. نعم. قال: وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. إذا قبض بعض رأس المال فإنه يصح السلم بقدره ويبطل فيما عداه مما لم يقبض ثمنه. نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. نعم. إذا أسلم في شيء إلى أجلين أو في جنسين بثمن بعقد واحد في عقد واحد فإنه يصح، لكن إن بين كل جنس، لكن لا بد من بيان مقدار كل جنس لئلا يكون مجهولا ويحصل النزاع، وأيضا لا بد من بيان ثمنه، ثمن كل جنس من رأس المال المقبوض في المجلس وقسط كل أجل. فيقول مثلا هذه 1000 ريال ب50 من الإبل و50 من الشياه، 50 من الإبل ورأس مالها مثلا 700 ريال، و50 من الشياه ورأس مالها 300 من رأس المال، فيبين نصيب كل جنس من رأس مال السلم، ويبين مقدار كل جنس أيضا، ولا يقول هذه 1000 ريال بإبل وشياه، بمئة من الإبل والشياه، ما يقول بمئة من الإبل والشياه حتى يبين مقدار كل جنس، فيبين في هذه الصورة مقدار الإبل ومقدار الشياه، ويبين نصيب الإبل من رأس المال ونصيب الشياه حتى يكون كل شيء واضحا لئلا يفضي الأمر إلى النزاع والإشكال في المستقبل. نعم. قال: صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. نعم. السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. السابع من شروط صحة السلم أن يكون السلم في الذمة، أي دينا في الذمة، فلا يسلم في شيء معين يكون المسلم فيه معينا، كأن يقول أسلمت إليك هذه الدراهم ب
بالسيارة الفلانية أو في الدار الفلانية، لأن هذا لا يكون سلما وإنما يكون بيعا. ويصح بيعا، يذهب إلى باب البيع، فإن اتفقت شروط البيع فيه صح، وإلا فلا، يطبق عليه حكم البيع وشروط البيع. نعم. قال فلا يصح، ولأن السلم الذي جاء به الشارع وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يكون المسلم فيه في الذمة غير معين. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويجب الوفاء موضع العقد. يجب الوفاء موضع العقد إلا إذا رضي المسلم إليه أن يستوفيه في مكان آخر، وإلا فيرجع إلى موضع العقد الذي عقد فيه السلم، لأن هذا أرفق بالطرفين. فإن غير مكان الوفاء فإن هذا يرجع إلى اختيارهما، فإذا رضي به فلا بأس، أما إذا لم يرضى به أو لم يرضى به أحدهما فإنه لا يصح، لأنه يكون عليه فيه ضرر. نعم. ويصح شرطه في غيره. يصح شرط الوفاء في غير مكان العقد، كأن يكون كان يقول أعطيتك هذه الدراهم سلما في كذا وكذا من الطعام بشرط أن توفيني إياه في البلد الفلاني، فيصح هذا إذا رضي بهذا الشرط، لأن الحق لهما والمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنهما إذا شرطا مكانا للوفاء واتفقا عليه فلا بأس، وإن لم يتفقا ولم يشترط مكانا ولم يبين مكانا للوفاء فإنه يرجع إلى مكان العقد، فيكون الوفاء في محل العقد ومكان العقد. نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. نعم، إذا عقد في مكان لا يصلح للوفاء كأن يكون في بر، أو يعقد العقد في بحر، ولا شك أن البر لا يصلح مكانا للوفاء والبحر كذلك، فيشترط أن يبين محل الوفاء عند العقد، فإن لم يبين محل الوفاء لم يصح السلام لوجود الجهالة والضرر في ذلك. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. هذا سبق، أنه إذا حل الأجل ولم يتوفر المسلم فيه فإن المسلم بين أمرين، إما أن يفسخ ويرجع بالثمن، وإما أن ينتظر حتى يحصل المسلم فيه، ولا يجوز أن يعتاض عنه غيره، أن يعتاض عن المسلم فيه غيره من الأموال، قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فلو أسلم مثلا في تمر فلا يحل له أن يتقاضى عنه برا أو يتقاضى عنه قماشا أو حيوانا. نعم. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته. لا يصح بيعه أيضا على غير المسلم إليه، على غير المسلم لا يصح بيعه على غير من هو في ذمته. فلو باعه على فلان وقال بعت عليك السلم الذي لي في ذمة فلان لم يصح هذا. ولا هبته، كان يقول لشخص وهبتك السلم الذي لي في ذمة فلان، لأن هذا غير مقبوض ولا مقدور على تسليمه. نعم. ويكون هذا مانع من أن يهبه أي يهبه؟ أي نعم، ما يهبه حتى يقبضه، ما يهبه حتى يقبضه. نعم. ولا الحوالة به ولا عليه. ولا تصح الحوالة به، كأن يقول المسلم إليه حولتك بما في ذمتي لك من البر على فلان الذي لي عنده دين، راح اقبض نصيبك الذي أسلمت إلي فيه من فلان غريمي. فنقول لا يتحول السلم من ذمة إلى ذمة. ولا أخذ عوضه. ولا أخذ عوضه، لأن هذا بيع، لا يجوز أنه يأخذ عنه عوضا، وإنما يأخذه هو أو يأخذ رأس ماله كما سبق.
نعم. ولا يصح الرهن والكفيل به، لأنه يتحول من السلم إلى الرهن، فلو أخذ رهنا بدين السلم فإن هذا لا يصح، لأنه إذا تعذر الدين فإنه يصار إلى الرهن، ودين السلم إذا تحول إلى الرهن فقد انصرف إلى غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. والكفيل به كذلك، لأنه إذا لأن الكفيل يغرم، فإذا صير في النهاية إلى الكفيل تحول دين السلم من ذمة إلى ذمة. نعم. قال رحمه الله: باب القرض. نعم. القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو من عقود الإرفاق التي يقصد منها الإحسان ولا يقصد منها الاستثمار الدنيوي، وإنما يقصد بها الأجر، ويرجع المال إلى صاحبه مع حصول الأجر وانتفاع المقترض بذلك، فهو من عقود الإرفاق التي لا يقصد بها طمعا، التي لا يقصد بها طمع دنيوي، ولذلك فلا يجوز أخذ الفائدة على القرض واشتراط الفائدة على القرض، لأن هذا هو الربا. قد قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أهل العلم أجمعوا على مقتضاه، وأجمعوا على تحريم المنفعة في القرض إذا كانت مشترطة عند العقد، كأن يقول: لا أقرضك إلا بشرط أن ترد علي أكثر منه، أو بشرط أن تسكنني دارك، أو أن أنتفع بشيء من مالك، فإن هذا قرض جر نفع. أو يقول: لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني، لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني، فإن هذا قرض أيضا جر نفع، ولأنه بيعتان في بيعة، كما لو قال: لا أبيعك هذه الدار إلا بشرط أن تبيعني سيارتك، فإن هذا بيعتان في بيعة. وكذلك لو قال: لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني، فإنه بيعتان في بيعة، وأيضا هو قرض جر نفعا فيكون ربا. وبهذا يعلم أن الذين يقرضون بالفائدة من المؤسسات الربوية أن هذا حرام وربا صريح، والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو مندوب. القرض مندوب، لأنه فيه توسعة على المحتاجين وتنفيس لكربة المكروبين. نعم. وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. كل ما يصح بيعه من الأموال فإنه يصح إقراضه، كالدراهم والدنانير وسائر السلع التي يصح بيعها، فإنه يجوز قرضها، لأن الناس بحاجة إلى اقتراضها، يحتاجون إليها، ولا يدفع حاجتهم إلا القرض فيقترضونها. إلا بني آدم كالعبيد مثلا، فلا يجوز إقراض عبد لآخر، لأن هذا يفضي إلى محاذير، إلى أن يقترض، يفضي هذا إلى أن يقترض جارية فيطأها ثم يردها، فهذا محذور. نعم. إذا كان هذا قصد المقترض، أنه يقترض جارية مملوكة من أجل أن يطأها ثم يردها إلى صاحبها، هذا حرام، فهذا يفضي إلى الحرام، فلا يجوز إقراض الآدميين سدا لهذه الذريعة. نعم. قال: ويملك بقبضه. نعم. فلا يلزم رد عينه. إذا المقترض يملك القرض فلا يرده بعينه، لكن لو رده بعينه فإنه يلزم المقرض قبوله، لأنه رجع إليه ماله.
أما لو طالب المقرض طالب بالعين التي أقرضها فإن هذا لا يصح، لأن المقترض ملكها وليس عليه إلا أن يرد بدلها مثل المثل أو قيمة المتقوم. نعم. فلا قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. لا يلزم رد عينه، لكن لو رده بعينه لزم المقرض قبوله لأنه رجع إليه ماله ولا ضرر عليه في ذلك. نعم. بل يثبت بدله في ذمته حالا. ولو كان العكس بأن طالب المقرض المقترض بأن يرد غيره ولا يرد عينه لم يلزم المقترض هذا. نعم. بل يثبت لو طالب المقرض المقترض أن يرد عين القرض فإنه لا يلزم المقترض ذلك، لأنه ملكه، لأنه لما قبضه ملكه فلا يلزمه رد عينه وإنما يرد بدله. نعم. بل يثبت بدله في ذمته حالا. بل يثبت بدله أي بدل القرض في ذمة المقترض حالا، القرض لا يؤجل وإنما يكون حالا، متى ما أيسر به فإنه يرده إلى المقرض، ولا يقول أقرضك أو أقرضني هذا المال إلى أجل، القرض لا يدخله الأجل، لأنه يشرع لحاجة المحتاج ثم يرد بدله في أي وقت تيسر له ذلك. نعم. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فهو حال، لو شرط الأجل لم يلزم. يشترط المقرض أو المقترض؟ المقرض أو المقترض أو كل منهما شرط أنه إلى أجل فإن الأجل لا يلزم. الله. يعني لو المقرض قال أقرضك إلى سنة 20,000 ريال مثلا، ما يلزمه التأجيل، لو طالب بالمال قبل تمام الحول فله ذلك. نعم. فإن رده المقترض لازم قبوله، إلا رده المقترض بعينه، يعني انتفع به قضى به حاجته أو استعمله ثم رده بعينه لزم المقترض قبوله لأنه رجع إليه عين ماله. نعم. يلزم المقرض أن يقبل. نعم. يلزم المقرض أن يقبل لأنه رجع إليه عين ماله فلا ضرر عليه في ذلك. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إذا كانت النقود التي اقترضها مكسرة، يعني فيها عيوب أو فيها نقص في عينها، فمنع السلطان التعامل بها لوجود التكسير فيها، فإن المقترض يلزمه رد مثلها ويلزمه رد قيمتها عند القرض. قال فله القيمة وقت القرض. وقت القرض لا وقت الوفاء، لأن السلطان منع التعامل بها، ووقت الوفاء هي ممنوعة التعامل، فصار لا قيمة لها، فيلزم المقترض أن يرد بدلها أو قيمتها، يرد قيمتها وقت القرض. نعم. قال فله القيمة وقت القرض. إذا كانت مكسرة. إذا كانت فلوسا، إذا كان القرض فلوس جمع فلس، وهو ما يجعل نقدا من غير الذهب والفضة، الفلوس ما يجعل نقدا من غير الذهب والفضة، كالنحاس مثلا. نعم. والنيكل وما يتخذ منه القروش الآن، هذه تسمى فلوس وليست نقودا، لأنها من غير الذهب والفضة ومن غير الفضة، لكنها تقوم مقام الذهب والفضة. ومثله الأوراق النقدية، فهذه تقوم مقام النقود، لأن السلطان اعتبرها كذلك فتقوم مقام النقود. فلو منع التعامل بهذه الفلوس أو بهذه الأوراق وألغيت
وجاءت عملة أخرى فصار لا قيمة لها عند الوفاء، فإنه يلزم المقترض أن يرد بدلها عند العقد، ويرد قيمتها عند القرض. عند القرض نعم، فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. يرد المثل في المثليات، المثليات هي المكيلة والموزونة، فمن اقترض مكيلا رد مثله كيلا، ومن اقترض موزونا رد مثله موزونا. وأما غير المثلي فإنه يرد قيمته، فلو اقترض حيوانا مثلا، اقترض حيوانا أو ثوبا أو سيارة، فإنه يرد قيمتها عند الوفاء، قيمتها عند الوفاء. نعم، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، فالقيمة إذن أي وقت الوفاء لا وقت القرض. نعم، عوز المثل يعني عدم أو عز الحصول عليه لقلته وندرته، فإنه يرد قيمته وقت الإعواز. نعم، ويحرم كل شرط جر نفعا، هذا ما ذكرناه في أول الباب، يحرم في القرض كل شرط عند العقد جر نفعا، كأن يقول لا أقرضك إلا بشرط أن ترد علي فائدة في القرض، 100 110 مثلا، أو ترد علي 100 زائدة 50 أو ريال واحد، فإن هذا حرام لأنه ربا صريح. أو يقول لا أقرضك حتى تسكنني دارك مدة شهر أو مدة سنة، أي خالف أنا أقرضك لكن بشرط أني تخليني أسكن الدار أو الدكان مدة سنة أو أسبوع أو شهر، هذا لا يجوز. أو أن أركب سيارك إلى محل كذا أو أحمل عليها كذا، أنا أقرضك بشرط أنك تخليني أحمل على سيارك أو أركبها إلى محل كذا، يقول هذا لا يجوز لأن هذا قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، أحسن الله إليكم. قال وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. أما إذا ما حصل شرط عند القرض ولكن المقترض أراد أن يعطي المقرض زيادة أو منفعة متبرعا بها فلا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء، لأن هذا من حسن القضاء. وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ثم جاء صاحبه يطالب به، فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى مثل الحيوان، فلم يجدوا إلا ما هو أحسن منه، خيارا رباعيا، اقترض بكرا ولم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا بذلت المنفعة في القرض أو الزيادة في القرض من غير اشتراط من المقرض عند العقد فإن هذا جائز، أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء، أما الهدية قبل الوفاء فإنها لا تجوز، لكن لو أهدى إليه هدية بعدما سدد له القرض فلا مانع من ذلك لأنها لا تعلق لها بالقرض. نعم، وقبل الوفاء لا تجوز، وقبل الوفاء لا تجوز الهدية لأنه إنما أهداه من أجل القرض أو من أجل أن لا يطالبه بالقرض حالا ويصبر عليه، ففيه يعني شبهة أو دوران حول الفائدة في القرض أو احتيال. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز. هذا الهدية والتبرع الذي لم تجري عادته به قبل القرض لا يجوز، لأنه يظهر أنه ما فعل هذا إلا من أجل القرض، ويكون قرضا جر نفعا. أما إذا كانت جارية عادته بذلك وأنه كان يبذل له شيئا من المنافع أو يهدي إليه قبل القرض
فإن هذا لا يمنع لعدم الشبهة، لزوال الشبهة. يعني جرت به عادة المقترض. عادة المقترض، نعم. أحسن الله عليك. إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. نعم، إذا كان ما جرت عادته بالإهداء إليه أو ببذل المنفعة له قبل القرض، وإنما فعل هذا بعدما اقترض منه، فهذا محل شبهة، فلا يجوز له قبوله إلا أن يحتسبه من دينه. إلا أن يحتسبه من دينه، نعم. أو ينوي مكافأته. أو ينوي أن يعطي مقابله، أن يعطيه مقابله، لأنه حينئذ ينتفي المحذور وهو القرض الذي جر نفعا. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إذا أقرضه أثمانا أي نقودا فطالبه بها ببلد آخر لزمه أن يعطيها إياه في البلد الآخر، لأن هذا مما ليس لحمله مؤونة. أما إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة وطالبه به في بلد آخر فإن ذلك لا يلزمه لوجود الضرر على المقترض. نعم، يعني تكون المطالبة عند إجراء القرض ولا حتى بعد عند الوفاء. عند الوفاء. لو أقرضه في الرياض ثم في مكة قال اقضني نقودي الآن، وهو ليس المقترض ليس معه نقود، صار ما معه نقود ما يجمع، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إيه، لأن هذا مما لا يحتاج إلى حمله إلى مؤونة، كل واحد يسدد له بالبلد اللي اقترض فيه أو في غيره، ما يترتب عليه مؤونة وإضرار بالمقترض، خلاف ما إذا كان القرض لحمله مؤونة أو أنه ما يحصله بهالبلد إلا بثمن مرتفع، فإنه لا يلزمه التسديد لأن عليه ضررا، وإنما يسدد في بلد القرض. نعم. وفيما لحمله مؤونة قيمته. نعم. إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نعم نعم. أحيانا فضيلة الشيخ في جر القرض نفعا أو في الصرف عند بعض الباعة، إذا طلب منه صرف المئة أو غيرها قال ما أقترض، ما أصرفها لك إلا أن تشتري مني ولو حتى بريال شيئا من البيبسي أو المرندا أو غير ذلك. لا، هذا ما يجوز. هذا من الربا، قرض جر نفعا. هذا ما هو وليس قرض. ليس قرضا، شرطا جر نفعا. هذا ما هو بقرض، هذا صرف. أي نعم صرف، لكن يقول لا أصرف لك بزيادة. نعم، صرف بزيادة منفعة ما يصلح. نعم، هو داخل في هذا. إيه داخل في، لا ما هو داخل في القرض، لا قصدي في الممنوع يعني. إيه داخل في الزيادة في الصرف. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، إذا كان صرفه يشترط عليه في صرفه أن يشتري منه شيئا ولو بريال أو ريالين. هي يقول ما أصرف المئة لك عشرات. هذا بيعتين في بيعة، هذا بيعتان في بيعة، في بيعة يقول ما أصرف المئة عشرات إلا بشرط أن تشتري مني. نعم، أي هذا بيعتين في بيعة محرم، يعني عقد صرف من طرف وعقد بيع من الطرف الآخر الثاني، هذا بيعتان في بيعة. نعم، وهو محرم طبعا. محرم ما في شك، نهى عن بيعتين في بيعة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.